جعل في الأرض خليفة، قال تجعل فيه من يفسد فيها ويفسدك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما تعلمون، لا تعلم. وعلم آدم أسماء علم كلها آدم أسماء. وعلم آدم أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، قال اتبعوني أسماء، وهو لا أن أنا مش عاوز كنتم أضغط عليك، لكن عاوز أقول لك لكنتم يعني صادقين. صدق الله وقال العظيم. صدق الله العظيم. يعني أنا شايف والله، الحمد يعني لله الواحد لما أنا لما يعني دخلت عليك البيت الله يبارك فيك، يعني أنا بجد مبسوط جدا الله باللقاء يخليك، الله دوت. يبارك فيك يا عم يعني أبو شايف الأحلام. إن المصحف جنبك الحمد لله أنا كده بقى مبسوط، الحمد وبتقرأ لله في القرآن بقدر الحمد لله. الاستطاعة. محدش بقى قال لك يعني يا عم جودة ده أنت 70 سنة، محدش يعني الرسائل اللي كانت بتجيلك ازاي؟ انا شايف ان الرسائل كلها ايجابيه معاك، الحمد لكن لله. محدش بقى ما جاتش لحظه كده يعني جالك شويه احباط قلت مش قادر لا 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 اكمل. لا لا الحمد لله. يعني الواحد بيشجع الحاجات دي قوي، يعني على قد ما يقدر بيشجع الحاجات دي قوي، لان حاجات مفيده مصلحه يعني للبني ادم ما يكون في الدنيا وفي الاخره كمان، وبل الاخره احسن من الدنيا كمان ان شاء الله باذن الله. يعني ربنا يديك الصحة يا الله رب. يخليك، الله قول يبارك لنا فيك، بقى ربنا يعني ما يحرمنا حضرتك منكم وعملنا كنت منا بعد. أساسا أوكي شغال، شغال على مراكب في البحر، كنت شغال بحري صياد في البحر. في البحر، ودلوقتي بقى طلعت معاش لا دلوقتي لا، انا طلعت قاعد بقى، ما فيش طبعا، هم 450 جنيه كفاله كرامه، والحمد لله. بالساعات بتيجي شغلانه غفير كده، يوم يومين بتاع مش عارف ايه، بناخدهم والحمد لله، نحمد الله والله. ونشكر يعني فضل انا عاوز اقول لك ان السراء طموحك والضراء. بقى، يعني طموحك دوت الحمد لله حاجة برضو جميلة. يا عم، نحمد الله ونشكر فضل. يعني اصل رضيته بقضاء الله هو نفس، ان ما رضيته بقضاء الله هو نفس، يبقى الواحد يقول الحمد لله ويرضي بقضاء الله سبحانه قلت وتعالى. لي برضو نفسي ان محمود يعني اكبر اولادك يكونوا الوحيد بقى نصيبهم اللي هو برضو. عندي ماسك نفسه يعني في البيت، صراحة نفسنا ومن عمرنا ان ربنا يرزقنا بواحد من الحلال يقف جنبنا يعينهن. ان شاء الله. بس يعني محمود برضو يعني شاب مجتهد وان شاء الله. انا لازم طبعا كنت انقل رسالتك ان شاء الله لمعتز باذن الله. صاحبنا كلنا. انت يا معتز يلا بقى، لما بعد بتتصور بتعمل ازاي؟ ومعايا برضو شاب انا برضو معايا، اتكلم، عارف قول حاجة النهارده لعمو، محمود يعني كملت في الدراسه وما قول ما حاجة لعمو. انا برضو يعني اللي خلاني اروح في محتاج الدراسه ان انا كنت تسمع، شايل البيت من بعد محتاج فرق هم جدي. التفصيل خلاص. فطبعا ابويا اصلا لمته على قد خلاص يعني، يا فاضطريت ان انا اشتغل. ربنا ربنا يبارك فيك ويحفظك.